تجد بعض الناس فيه لهف على الدنيا وغفلة عن هذا الأمر العظيم وطلب الدنيا والسعي إليها حتى تنسي هذه الدنيا نفسه. ولهذا قال بعض العلماء: من دخل في هذه الدنيا فهو في سكر، قالوا لا يفيق إلا في غمرات الموت، فكأنه قد أصابه سكر. وسكر الناس بالدنيا لا يقل عن سكر بعض المخمورين والعياذ بالله بالخمر، لأن هذه الدنيا لها سكرة ولها شهوة، إذا أغرق الإنسان فيها نسي نفسه وأنسته نفسه. وأما إذا علم أن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مقر، ومقامنا فيها أيام معدودة ستنقضي وسنودع في القبور، لا بقاء لهذه الدنيا ولا يغتر بها عاقل، يغادرها الإنسان ويخلف أهله وماله ويصحبه عمله، العمل معك في القبر. وأما الأهل والأولاد والأموال والتجارة والأثاث والسيارات الفخمة والمراكب العظيمة كلها سترجع، لن تدخل القبر. فالعاقل يعمل لهذا اليوم ويعمل لهذه الساعة، يتوكل على الله، يعلم ضعفه لله ويعلم قدرة الله على كل شيء وتوفيق الله لكل شيء، فإذا بذل الأسباب وفقه الله تبارك وتعالى للخير وتحققت له مطالب الدنيا والآخرة بتوفيق الله تبارك وتعالى.